كلنا قرات معنا او لا عرفنا واحد البنت في قسمنا اللي كانت منبوذه ومهليش فراسها وغير معزوله. اليوم غادي نقول لكم باللي انه غادي ندخلوا في ظروف نتاع وحده من هاد البنيتات اللي اليوم اصبحت امراه. غادي نعرفوا شنو اللي خلاها انها تكون بحال هكاك، شنو هما الظروف اللي وصلوها لديك الحاله، واش كانت كتحس باللي الناس اللي دايرين بها ولا التلام اللي دايرين بها واش كيحسوا بها، واش كيشوفوا فيها نظره ناقصه اولا كاع ما مسوقه لهذا العالم باش مشوفين. لانه حكايه الليله غادي نتعلموا بزاف ديال العبار ككل حكايه. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد اينما كنتم باش تونسكم. غير هو ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود، ولكن تيعاونني باش انني نستمر وهذا المحتوى يطلع عند ناس وحد اخرين ويستافدوا منه. ما خسرتي حتى شي حاجه، غتهبط وغادي تضغط واجي نقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا منى، حليت عيني في عائلة جدي الاب ديال ماما اللي كان عندها انذاك 23 سنه وهي كانت مطلقه. تزاديت وطلقات ماما وجات عاشت مع باها وحتى مع اخوتها، كانوا بهم 10 عاد الاب والام. انا كبرت بوسط ميناتهم. الام ديالي كانت كتخدم على قبلي باش انها تكبرني وتقريني، خدمات في الميناج في الريستورات لانه ما كملتش القرايه ديالها حدها وصلت للشهاده. كنت نبقى في دار جدي كنلعب مع ولاد خوت ماما وعايشه وسط منهم مزيان. جدي اللي كانت مكلفه بيا وجدي كان في المقام ديال بابا، ما كان نقصني من حتى شي حاجه حتى فاش غادي ندخل الابتدائي. هنا فاش بديت كنشوف بلي انه حتى شي حد ما كان مهلي فيا، حيت جداتي عندها مسؤوليات نتاع ولادها الاخرين. دخلت نقرا وكنت كنمشي للمدرسه بحوايجي اللي كانوا ما مبدلينش وموسخين وفيهم الطبيعه ديال الماكله، وشعري اللي كان ما منشوطش وما لابساش زوين، وكانوا ديما البنات يعيبوا فيا وما كيبغيوش انهم يجلسوا حدايا. وانا كنت تنكبر بقيت مازال مستمره انني كنتبول عزكم الله من تحتي، وما كنتش كنلقى الصباح اللي يبدل ليا لانه ماما كتخرج بكري والحوايج اللي وسختهم كنت كنمشي بهم وكتبقى في ديك الريحه، فما كاينش اللي يبغي يجلس حدايا. ملي درت 9 سنين ماما تزوجات براجل واحد اخر اللي قال ليها شوفي يا فلانه جيبي معاك بنتك منى وجي تعيشوا معايا، واللي حتى هو كان مزوج وكان مطلق ولكن عنده وليد. انا في الاول جدي رفض وقال لي بقاي معايا حيتاش كنت قريبه منه بزاف، ولكن اختاريت انني نمشي مع ماما. طبيعه الحال غادي نختارها هي. جلست من الخدمه حيتاش هو كان ميسور ماديا راجل ماما اللي غادي نولي كنعيط ليه بابا. تحولنا لعنده ولا كيشري ليا الحوايج وتاياخذ ليا اي حاجه بغيتها، ولات ماما كتمشط ليا كتهتم بيا حيت ديك الساعه كنت غير انا بوحدي عندها. من بعد عام ماما حملات وولدات ولد وبقينا عايشين عائله اللي كنا مجموعين. انا طلعت الاعدادي وليت بنت وحده اخرى نقيه مهليه فراسي وكنلبس وكاينين الفلوس وراجل امي، وليت كيف قلت لكم كنعيط ليه بابا. من بعد فاش ماما كانت كتخرج كنت كنبقى غير انا وراجلها في الدار، فكان كيتحرش بيا، وانا ديك الساعه كنت عارفه بلي انا هادشي ما مزيانش وعارفه كيفاش تيجي وليدات لهاد الدنيا. فهو كان تيبقى كيتقرب مني وكيتجرأ عليا، وانا ديك الوقت كنت كنغوت عليه وكنبقى كنقول ليه علاش بابا كتعاملني بحال العاهرات عز الله قدركم. تيبقى كيقول ليا صافي سكتي وكيجبد ليا الفلوس ويقول ليا هاكي هاكي. انا داك كان سيبر ويقول لي سيري السيبر دوزي فيه وقيتها اللي بغيتي. من بعد غادي يحبس ما غاديش يبقى كيتجرأ عليا لانه كنت كنوقف عند حده. فهاد الوقت مرته الاولى رفعت عليه الدعوه نتاع النفقه، فهو قرر باش انه يجيب ولده اللي كان كبر مني بعام. حتى واحد النهار بالليل كنحس بشي حد كيتقرب مني، ويلي شكون غيكون؟ وصراحه ما عرفتش واش هو ولا ولده. المهم غادي تكرر نفس القضيه لجوج ليلات، فاش حليت عيني غادي نلقى ولده ولد راجل ماما اللي كان تيحاول انه يتحرش بيا بالليل ما كاين حتى شي حد. عايرته وسقلت، ما قديتش نقول ماما حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي وقع ليا لانه خفت لانني فرتك ليها الشمل ديالها. مع كنت كنشوفها عايشه مزيان وخويا عايش حتى هو مزيان وواكلين وشاربين، وكنقول بلي انني غادي نخرج لها على حياتها وغادي تطلق من جديد، ولكن فين غادي تمشي؟ شكون غادي يهزنا؟ واش غادي ترجع لعند جده اللي عندها حتى هي المشاغل ديالها؟ وانا ذاك كان توفى جدي. ففكرت بزاف بزاف ديال الحوايج اللي خلوني انني نبقى محافظه على السكات ديالي، ولكن غادي تعاود القصه ماشي مره ماشي جوج، وغادي يعاود يتقرب ليا هاد ولد بابا. وهاد المره ما قدرتش نغوت ولا نبعدو عليا، خليته ما قدرتش نهضر. من بعد هادشي كامل ربي عفى عليه او بالاحرى عفى عليا، بمعنى انه ما كانش يقرا مزيان فاضطر باش انه يرجع عند امه
حيتاش باه ليه هو راجل ماما كان كيف تيقولوا طلق ليه اللعب وعطيه اللي بغى وتعطيه الفلوس فالطرخه ورجع لعند امه. من بعد ما هو مشى بقيت انا ساكنه مع ماما، ولكن ديما كانت النفسيه ديالي مدمره وتنبقى تنبكي فين ما تعزلت بوحدي. كنبقى كنسول علاش يوقع ليا هذا الشيء، وعلاش ما معايش الاب ديالي بحال كاع البنات، علاش كنتعرض لهذا التحرش بزاف. وهنا فين قررت باش انني نبحث على الاصل ديالي وشكون هو با. مشيت عند واحد خالتي وعاودت ليها وسولتها فين هو بابا الاصلي. غادي تقول لي بلي انه ماما فاش تزوجات به داها معاه وما كانش يوكلها ولا تيشري ليها وكيخليها غير تما وكيمشي للخدمه، وهي كانت حامله بيا انا ذاك فكان تيسد عليها الباب. عائلته ما كانوش كيعطوها حتى الخبز، ماما ضعفت بزاف حتى دبلات. وهنا فين قررت باش انها تهرب. فاش غادي تولدني مشاو باش انهم يشوفوها عائلتها وخوتها، وعاودت لهم القصه تخلعوا فاش شافوها بداك المنظر اللي ولات فيه واللي كانت بحال شي هيكل. فهاد اللحظه خالتي اللي هي اختها مشات كدوي مع الاب ديالي البيولوجي، علاش رجعتو فلانة بحال هكا؟ ما كانش مسوق له ولا عائلته، فغادي يهزوني انا وغادي يهربوا بيا، وهزوا حتى ماما وهربوا بها، ومن بعد غادي تطلق منه. هادشي كامل قالته لي خالتي. انا فاش سمعت هاد القصه صراحه دي نحس شي حاجه ما تبدلات، وبقيت مصره باش انني نقلب على الاب ديالي البيولوجي. مشيت للفيسبوك وبديت كنقلب على شي واحد عنده نفس الكنيه ديالي. لقيت واحد وعاودت ليه القصه ديالي كلها بما فيها القصه ديال ماما، وقال لي شوفي اختي انا راني قدك في العمر وما عارف حتى شي حاجه على هادشي اللي كتقولي، ولكن غادي نسول لك ماما واش عندها عين بهاد القصه ولا لا. من بعد سولها وفعلا قالت لي راني كنعرف هاد السيد وراه هو الامام ديال الجامع. اييه طلع الاب ديالي امام ديال الجامع ديال ديك المنطقه وتيقري الدراري الصغار القران. قال لي بلي انه ربك مزوج عنده واحد الوليد وبنيته وراه ولده صاحبي انا. طلبت منه النمره ديال ولده اللي هو خويا من با واللي غادي ندوي معاه، وقلت ليه انا منى. بدا تيبكي وقال لي شوفي انا راه ديما الاب ديالي تيدوي عليك وندم على داكشي كامل اللي دار لامك، وندم علاش تخلى عليك وراه قلب عليك حتى عيا وما لقاكش. انا صراحه ما اقتنعتش بهذا الكلام لانه بابا الحقيقي ولا البيولوجي كان تيعرف جدتي فين كانت ساكنه اللي ما عمرها ما بدلات البلاصه، بامكانه انه يمشي يدق وغادي يشوفني. هنا فين غيدوز ليا با اللي هو بابا دوا معايا، وبدا تيبكي وكيقول لي شوفي يا بنتي منى انا راني غلطت وما سولتش فيك، وانا اليوم ندمان وراني كنبات الليل كنبكي عليك وباغي نشوفك وتوحشتك. عاتبته وقلت لي فين كنتي كدا 20 عام دابا؟ واش انت عندك بنت وولد تبارك الله اللي هما كبار عمرهم ما فكروك فيا؟ عمرك ما سولتي فيا شنو كدير منى ولا قلبتي عليا؟ ماما اللي ضربت عليا تماره، وانا دابا راني ساكنه مع راجل واحد اخر اللي تنقول ليه اليوم بابا، وانت ما كنتيش في حياتي ومستحيل دابا تدخل ليها. انا غير بغيت يجيني الفضول شكون انت ونعرفك. بقينا متواصلين غير بالتليفون، اذا كان شي عيد كان تيبارك لي وكنبارك ليه. من بعد بدا تيقول لي واش خاصك شي حاجه نصيفط لك الفلوس. انا كنت باقا تنقرا في الباك فما قلتش ليه لا. بدا كيصيفط لي كل شهر واحد القدر نتاع المال اللي كنت كناخذه، ولكن عمرو ما قال لي نجي عندك نشوفك. داك المال اللي كنت ناخذه ماما ما كانتش عارفه وما سيقاش ليه الخبر. عايش مع ولادو وهاني في حياته ودير المستقبل لوليداتو، ولكن انا ما عندوش عليا الكبده نتاع انه يشوفني. تيقول لي انت اللي اجي عندي، وانا كنت نقرا وانا ذاك ما يمكنش ليا نجرح ماما ونقول ليها بلي انه درت هذه الخطوات كامله، لانه هادشي كله درته في السريه بدون ما انها تعرف ولا تسيق لي الخبر بلي انني كندوي معاه. المهم بقيت معاه على تواصل هو وخويا، خويا اللي انا كبر منه غير بعام. هو فاش كان تيطلق ماما كانت مرته الثانيه حامله. انا فاش طلعت للثانوي بديت كنحس براسي، كنصاوب شعري، كنلبس حوايج ومهليه في راسي. راجل امي ومنين شافني بحال هكاك بدا تيقول في بالو بلي هذه راه كتعرف الدراري، وكان كيتبعني ومع المدرسه قريبه لينا كان تيشد الطاكسي غير باش يجي يوقف عليا في الوقيته. مثلا كنخرجوا مع 6 كنلقى مع 6 كنقسم واقف باش انه يشوفني واش غادي يلقاني مع شي حد ولا لا. من بعد انا غادي نتعرف على واحد الشاب اللي بدينا كنبغيو بعضياتنا. راجل امي في هذه الوقيته كان باقي تابعني تحت المراقبه، واذا شافني واقفه معاه تيصورني وكيجيبني لماما وكيقول لها شوفي راه بنتك راه كتوقف مع هذا وراه يمكن بيناتهم شي حاجه. ماما كانت تغوت عليا بطبيعه الحال، ما تهني حتى تجيب لنا شي كرش شي نهار. هو ما غاديش يكتفي هنا وغادي يقول ليها بلي انا راه بنتك شفتها طالعه لواحد الدار اللي كتشيش فيها وراه خرجت ليها نيشان، وسيري تاكدي من شرفها والا شي نهار غادي تجيب لك شي كرش. المهم هادشي كله غير افتراء لانه ما كانش بصح، ما كنتش كنتجرأ. واحد النهار مع 6 ديال الصباح جات وقفات عليا ماما، بدات كتفيقني وكتقول لي نوضي. فاش حليت عينيا قالت لي شوفي راه هذا خير راجل امك
شحال قدو انه يصرف عليك انتيا؟ راك ماشي بنته، راك انت غير بنت مرتو، راه ما بغاكش في دارو، واش غادي تجلسي بزاف منك في المحل ديالو؟ هو راه ما حاملكش. تجرأت انها تقول لي هذا الكلام بدون ما تراعي المشاعر ديالي، انا اللي قرب منها ليها عليه هو. ما قالتش فين غادي تمشي هاد البنت اذا خرجت من هنا، شكون غادي يقبل عليها، شكون غيشدها، ولا شنو غادي يدير. انا ما استحملتش بطبيعه الحال ديك الهضره وخرجت من ديك الدار في ديك الوقيته مازال ديال النبوري. بقيت غير صالحه في واحد الخلا، توصلت عند واحد خالتي، وصلت 12 ديال النهار ماما بدات كتقلب عليا. فاش خالتي عند من انا ساقت الخبر قالت لماما بلي انه راه منى جالسه عندي، مشات جابت لي هاد خالتي حوايجي والادوات ديالي من عند ماما باش كنت كنمشي للمدرسه. راجل مي واحد النهار غادي تلقى ليا في المدرسه وقال لي شوفي يا منى، راه ماما كانت معصبه وانت راه بنتي وعزيزه عليا وما بغيتكش تغلطي ولا شي واحد انه ينوض يتفلى عليك. ما تسوقش لهضرته كامله، حيتاش داك التحرش اللي كان كيتحرش هو بيا وداكشي اللي كان تيقول ليا كنت حاقده عليه وما تنحملوش، ولكن باش كنت كنتاقم منه كنت كناخذ ليه فلوس. بمعنى كنت نقول لي راه خاص لي يشري لي هادي، خاصني هاد الحوايج واخا يكونوا غاليين، خاصني هاد المونطو، ويمشي كيشريه لي وكيشري لي حتى التليفونات، كل ما خسر واحد يعاود لي واحد اخر. كنت كنستغلو، ولكن ما عرفش واش هو كان كيكفر على داكشي اللي كان تيدير ليا انا ذاك، حيتاش كبرت وبديت نوعا ما انني كنوعى ومبقاش عنده السلطه عليا، او لا ما عرف شنو كان من مورا ديك السخاوه ديالو. المهم اي حاجه انا بغيتها كنت كنطلبها منه، كانت كتحضر ليا اي حاجه كيف ما بغات تكون، كان كيتسلف وكيتكلف ويحضرها ليا وما كنتش كنحن فيه. المهم بقيت ساكنه مع خالتي وفي نفس الوقت بقيت مع داك الدري، ما تفرقتش معاه وليت كنتلاقى به في التخبيه عليهم. وانا بكثر ديك الكلمه ديال راه غير راجل امك، واللي داخل عندنا للدار تيقول لي نفس الهضره، سيري تقراي، واش هذاك راجل امك غادي يبقى كيصرف عليك؟ سيري تقراي، سيري خدمي، سيري دبري لك على شي راجل باش تخدمي. وهما ما كانوش عارفين اصلا بلي انا ما حاملاهش، وبلي شحال من مره حاول انه يتعدى عليا وكان كيتقرب مني، فما قدرتش نبوح بهذا الشيء كامل لحتى شي واحد، واللي كان صعيب عليا انني نقولها في ديك الوقت لانه كنت صغيره، كانت عندي 9 سنين وكان تيدير لي هذا الشيء كامل. فاش درت 11 سنه ولدو كان تيدير ليا نفس الحاجه. ماما كانت كتخليني مع ولدو ناعسين في نفس البيت وما كاش كتسوق ليا نهائيا، ولا تقول واش هذا الشيء كنديرو حتى في الشريعه حلال ولا ماشي حلال. المهم بقيت عايشه مع خالتي، وكانت كتجي العائله كتقول ليا رجعي عند راجل امك واخا هكاك راه كان تيصرف عليك. فعلا رجعت وبقى تيصرف عليا وتيشري لي داكشي اللي بغيت، وكيقول لي انا باباك ويلا نخرجوا نتقهواو وديريني باك، وراه ما كاينش شي اب واحد اخر ليك من غيري انا، انتي بنتي وراني كنبغيك. وديك الهضره الخاويه اللي ما كانتش كتدخل لي اصلا لراسي. فهاد الوقت السيد اللي انا كنت معاه داك الخليل ديالي واحد النهار شافني واقفه مع واحد الدري حدا المدرسه، جرني داني لواحد الغابه اللي ما فيها حتى شي حد، ومعاه كانت عنده واحد البيكالا غادي يجبد السلسله ديالها، بغى يضربني بها. جاتني فني فيها رسوليه، عطاني دقه في خدي ما قدرتش نتمشى بها، شويه بدا تيبكي باش انه يطلب مني السماحه. كان واحد الشخص اللي هو توكسيك، كان ديما تيضربني وعنيف، واخا كان تيدير هكا كل مره مزرق ليا قنت كنت متعلقه به. مشيت دخلت لدارنا وقلت لهم بلي راه غير تعرضوا ليا شي شفاره بالعاني وصافي باش قدرت نضمص القضيه، ولكن راجل امي ما تسرطات ليش، عرف بلي انه كاين شي واحد. ديما كنت نقول على هذا الخليل ديالي بلي انه راه تيدير بحال هكا حيتاش كيبغيني، داكشي باش كيتعامل معايا بحال هذه الطريقه. ولكن داك النهار بالضبط فاش هرس لياني فيه قررت باش انني نتفرق معاه. هو بحال تسطا ولا تخلخل، بدا كيتلقى ليا في كاع البلايص، ما درتش به شكايه وما بقيتش قادره اصلا نمشي نقرا، كان عندي الباك انا ذاك. كنت نقول لهم في الدار بلي انني هذا العام ما غاديش ننجح، خصني نعاود هذا العام. فبقيت تنقص في الدار لانه كنت كنخاف انني نخرج، لدرجه اذا حليت غير الشرج من الصباح كنلقاه وقف ليا، مرضني في حياتي، وليت باغا غير كيفاش نتفك منه. بقيت بحال هكاك السنه ديال الباك كامله ما كنخرجش، حتى مرضت نفسيا، ولاو كيبانوا ليا شي حوايج بحال الجن، تخيلات. وليت كنطيح وليت كنغوت بالليل، وداوني عند واحد الراقي اللي بقى تيقرا عليا، عاد وليت شي شويه. من بعد هنا قررت باش انني ندخل السنه اللي من بعد الباك، وبدا عاوتاني كيوقف عليا، وبقيت معاه شويه بشويه كنسحب. مره كنقول لي بابا راه جاي ليا، مره تنقول ليه راه عقوبيه، المهم تنكذب عليه حتى فهم راسو وما بقاش تيوقف عليا. انا هذاك ما شديتش الباك، وقررت انني باش ندخل لمدرسه خصوصيه اللي غادي يخلصها عليا راجل امي، اللي شديت فيها الدبلوم ديالي وخدمت في احسن شركه في المدينه عندنا. خدمت في واحد البوست اللي كان زوين، وبداو تيجيو الناس كيتكلموا فيا، كيمشيو كيوقفوا على بابا في القهوه وتيقولوا ليه راه بغينا بنتك، بابا اللي هو راجل ماما. جاني مدير شركه
وما بغيت حتى شي حد، لانه قلت خاصني نشوف حياتي ومستقبلي وانا حاليا ما مستعداش للزواج. من بعد هادشي كامل تعرفت على واحد الشاب من الديار الاوروبيه وقال لي راني بغيت نتعرف على داركم، جاو لعندنا رحبنا بهم وما خلينا ما حطينا لهم. في الاخير فاش مشى ما بقاش تيجاوبني وصيفط لي ميساج فيه سمحي لي امونه لانه الام ديالي ما بغاتكش، بلوكاني انا ما قدرت نقول ماما حتى شي حاجه. تفرقت معاه ولاو ضاغطين عليا عائلتي بزاف، لا سيري تزوجي، لا مالك بركه غير حدا راجل امك في الدار، لا صافي شحال قدو يبقى غير هزك، واخا نيت انت تخدمي راه خلصتك ما قادك في والو، ديما نفس الهضره ديما نفس الديسك تيتعاود. حتى لواحد النهار واحد الدري كان خدام في نفس الشركه فاش خدمت كان عنده بوست لي زوين ولكن كان عادي، غادي يمشي لعند راجل ماما، راجل ماما عجبو قال ليه جيب امك تمشي تشوف امه منى. فعلا جات عندنا ماما وبقات كتقول لماما راه بغاها ولدي وراه غادي نديروها اكثر من بنتنا الى ما اخره. انا ما كنتش كنبغيه ورفضته ولكن داك الشاب اصر وبقى ديما تيمشي عند بابا. حتى لواحد النهار داخله من الخدمه للدار ولقيت جداتي وخوالاتي وكلشي مجموع عندنا في الدار بحال شي عصابه، بقاو عليا لا والو غادي تزوجي بداك السيد وراه ولد الناس وفين غادي تلقاي بحالو، راجل اللي هو معقول ودوك اللي كانوا كيجيو قبل منه غير براش، كل مره كنا كنكبروا بواحد في الاخير كتقولي لينا راه ما بقيتوش وما بقاش عاجبني وراه دار ليا. فدابا غادي تزوجي بها منى، غتزوجي بهذا صافي. ماما غادي تنتف شعرها مزيان وبدات تتصرفق في وجهها وبدات تغوت عليا وتقول لي خرجي عليا اذا ما تزوجتيش بهاد خينا. مرضوني بالهضره حتى قبلت الامر الواقع وتزوجت به. غادي ندول بابا بيولوجي وطلبت ليه العقد للزياد باش انا اللي ندير العقد. راجل ماما فاش ساق الاخبار بقى كيغوت عليا وقال لهم علاش كتهضر مع داك خينا، فاضطريت انني ما نعرضش عليه لعرسي حيتاش ماما ما باغياش وحتى راجلها. تزوجت بهاد الشخص اللي ما بغيتوش، الشهر الاول الشهر الثاني عشت معاه صراحه السعاده، ولكن بين ليله وضحاها ما قدرتش على داك الماسك ديال الطيبوبه، وهنا كانت الصدمه اللي غادي نلقاه بلي انه انسان واحد اخر. يصحابني مع التزويجه ديالي غادي نبدا حياه جديده، ساعه غادي نبدا تعاسه جديده، صفحه جديده من التعاسه. قبل كان تيقول لي لبسي وبقاي خدامه وانا باغي كيف ما انت باغا راسك وبغيتك انك تحققي ذاتك، وبقى كيتسايس معايا حتى دار بيا العقد، جابني للدار وسد عليا خرجني من الخدمه وما بقاش كيخليني نلبس. اذا كان شي جيب اللبن بهدله حالتها تيقول لي هي اللي غادي تلبسي، خاصني نبان حالتي باش هو يكون مرتاح. كنت زوينه بزاف، كنت وريضه ودرويشه ومهلضيه في راسي وردني حالتي لدرجه انه ما بقيتش قادره نشوف راسي في المرايا. تخيلوا حتى مشراج مسدهم عليا، البالكون ممنوع انني نشر فيه الحوايج حتى النهار هو يقولها ليه راسو ويمشي هو اللي غادي ينشر دوك الحوايج. ممنوع الخريج، ممنوع القرايه، ممنوع نلبس، واللي بغيت نديرو ممنوع، حتى الخدمه ممنوعه. اكبر غلط درت معاه هو انني غادي نولد معاه وليد، ودابا هادشي كامل اللي انا عشت فيه من صغري خلاني انني ما ناخذش الفكره اولا الجراه نتا انني نطلق. انا اليوم في عمري 28 سنه ما عرفتش مازال شنو غادي ندير. انا كنقول نبقى معاه ماشي على قبلي ولكن على قبل ولدي، حيت انا صراحه الا طلقت غادي نهز راسي، ولكن ولدي ما بغيتوش واحد النهار يكبر ويعيش نفس ما عشتو. ماما كانت خارجه خدامه والاب ديالي عمرني في حياتي ما شتو، بحكم تجربتي اللي عشتو بحكم انه الوالدين ديالي عمرهم ما كانوا معايا، فخايفه من هذا القرار ديال الطلاق لانه ما عايشاش مزيان، عايشه في العذاب، عايشه مع واحد مريض اللي متشدد في الدين وما كان بغيش وما عمرني ما بغيتو وما عمرو ما دخل ليا لقلبي ولا دار ليا خاطري ولا حتى فكر فيا ولا جاب ليا شي حاجه بغيتها، ديما مرضني ديما منكد عليا وديما مبكيني. الحاجه الوحيده وسط هادشي اللي تيدير مزيان انه مهلي في ولدو بواحد الطريقه اللي هي رهيبه، اذا مرض كيجري به ديك الساعه عند الطبيب واللي بغاها يحضرها ليه. وانا صراحه كنفكر في الطلاق غادي نصدمكم، وانا كنفكر انني نهرب من هاد العلاقه ونربح راسي، كنلقى بلي انني حامله للمره الثانيه وباسبوعين. فاليوم ما عارفه شنو غادي ندير، ويمكن تنتاكد بلي انه ما نطلقش منه، انا دايره بيا الدنيا. اذا سولتوني على الاب ديالي البيولوجي ولا الحقيقي غادي نقول لكم بلي انا 6 شهور ما بقاش كيدوي معايا، وغادي تصدموا اذا قلت لكم بلي انه في حياتي عمرني ما شفتو حتى كيفاش داير، لا هو ولا خوتي اللي هما ولادو الاصليين. اما نصيحتي لكم من حكايتي او العبره من حكايتي هي كالتالي، اللي بغيت نقول للبنات انه واخا تكوني عايشه في واحد البيئه واخا يكونوا والديك متشدين وكيفرضوا عليك شي حوايج اللي انت ما باغاهمش ما تسنتيش ليهم، ما تسنتيش ليهم وتعلمي تقولي لا،
كان هذا هو الغلط اللي درت، انني ما قلتش لا، كليت العصا وشفت ان الام ديالي وعائلتي كلشي كيبقى يقول لي سيري تزوجي بيه، وانت واش غتبقاي عايشه مع راجل امك كيصرف عليك شحال قدو، وراه ماشي باك، امك غير ساكنه معاه وكيصرف عليها ويصرف على ولادو ويزيدك حتى انت وكذا، وكتكون في هذه الهضره. صافي درت داكشي اللي قالو ومشيت تزوجت، وهذا هو اكبر غلط، انني مشيت تزوجت واحد ما كنبغيش وما بغيتوش من الاول، ومازال دابا عايشة معاه لوجه الله وصافي. ما عمرني لقيت في داكشي اللي بغيت الصراحة، وما عمرني بغيته، وما كنظنش غادي شي نهار اللي غنكون كنبغي. بغيت نقول البنات انهم يحاولوا يخدموا على الشخصية ديالهم، تكون عندهم واحد الشخصية اللي قوية، ما يكونوش ضعاف، حيت ملي كتكوني ضعيفة قدام داركم وقدام عائلتك كيقدروا يديروا لك اي حاجة ويستغلوك في اي حاجة. وملي كتجي عند الزوج ديالك كذلك كيلقاك انك واحد الدريه اللي اصلا الشخصيه ديالك ضعيفه، حتى هو كيقدر يلعب عليك كيف ما بغى ويولي سلطوي كيف ما بغى. الشخصيه شي حاجه مهمه مهمه بزاف، وتشبتوا بقرايتهم، يقراو اما الراجل راه غيجي داكشي مكاتب من عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكاية منى يا سادة يا كرام. هذه الحكاية ذكرتني بالحكاية الماضية نتاع صاحبة الحكاية، لما أنها كانت مع داك الخليل ديالها الأول وتمنات أنه يتزوج بها، وكانت يعاملها بنفس المعاملة نتاع السيد اللي مزوجة به منى اليوم. كنقول له كان ديك السيدة أو لصاحبة الحكاية الفايتة تزوجات بهاد النوع من هاد السيد، أنا متأكدة باللي أنه كانت غادي تعيش نفس ما تعيشه السيدة نتاع اليوم. أنا صراحة ما عنديش جواب، غادي نخلي المتابعين الكرام إن شاء الله هما اللي غادي يخليو لك التعليق ديالهم. دمتم في رعاية الله وحفظكم، نتلاقاو بعد غدا إن شاء الله. شكرا على الحكاية ديالك، سلام سلام.